للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. أهلا بكم دكتور جمال إلى هذه الجولة الإخبارية. بداية، كيف تقرأ رفض ما تسمى بلجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الصهيوني عن وقف في القدس مطالبات الفلسطينيين عن وقف أعمال الحفريات والأنفاق في سلوان؟ نعم أخي، جميع أذرع الحكومة الصهيونية تقف في خندق واحد قبالة الشعب الفلسطيني في القدس الذي ترك يعني بلا إسناد، لا عربي ولا فلسطيني رسمي، نتيجة ما تسمى مخرجات أوسلو. أوسلو لا تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في القدس، والمواطن الفلسطيني يقف وحيدا الآن في مواجهة أعتى قوة في المنطقة وآخر احتلال في المنطقة. وأنتم تشاهدون أن الجمعيات الاستيطانية الصهيونية العاد وعطيرة كوهينين وسائر الجمعيات الداعشية اليهودية اللي بلغ عددها الآن 27 منظمة كلها تنخر في أعماق الأرض الفلسطينية ومنطقة سلوان ووادي حلوة ومنطقة العين ومنطقة الأوقاف. وصبيحة هذا اليوم كنا في زيارة لمشاهدة الموقع عن كثب، آخر التطورات أن هناك أنفاق لا يسمح لا بتصويرها ولا بالدخول فيها، وهي تؤشر على دخولها تحت منازل المواطنين التي هي على مدخل الشتاء وسوف تتصدع أكثر لأن التشققات وجدت منذ العام الماضي، وهذا العام هناك خطر لانهيار بعض هذه المساكن على رؤوس أصحابها. المواطن الفلسطيني لا يجد جهة يشتكي إليها، ولا يوجد على الإطلاق يعني لجان دولية للقانون الدولي حتى ترفع القضية إلى المحافل الدولية وأمام محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن الاحتلال يتصرف بأرض فلسطينية احتلها بقوة السلاح، ولا يجوز له على الإطلاق أن يحفر هذه الأنفاق ولا يستمر لا في حفرها ولا في توسعتها. نعم نعم، إلى أين وصلت تلك الحفريات برأيك؟ هل تشكل تهديد وخطر داهم على بنايات ومواطني الحي؟ نعم، وصلت مراحل متقدمة جدا، ونحن رصدنا أكبر نفقين من عين سلوان وعين أم الدرج صعودا مع وادي حلوة وصولا إلى حائط البراق الشريف، واستمرار من حائط البراق إلى طريق المجاهدين عند باب الغوانمه للمسجد الاقصى من الناحيه الشماليه، يعني اطول انفاق على الاطلاق تم رفضها والدخول فيها وتصويرها، لكن هناك انفاق تمتد يمينا ويسارا مكتوب ممنوع التصوير وممنوع الدخول، دلاله ان هناك شبكه من الانفاق دخلت تحت منازل المواطنين وان التشققات في منازل المواطنين هو سبب هذه الانفاق. والاحتلال لا يستطيع انكار ذلك، وعليه ان يشكل لجنه محايده دوليه للكشف عن مدى خطورة هذه الأنفاق. نعم نعم، إلى ماذا ترجع ازدياد دكتور عمرو الانتهاكات الصهيونية سواء على البشر أو الحجر في الفترة الأخيرة؟ نعم، الاحتلال في الفترة الأخيرة أخذ ضوء أخضر على صعيدين، صعيد شرعنة دولية عبر قيادة رعناء في تجلس في البيت الأبيض الأمريكي، عبر كل هذا الطاقم اليهودي المحيط بدونالد ترامب ومن يساعده، هذا مسار. ومسار آخر هو أنظمة عربية عميلة متهافتة تتسابق على التطبيع مع الصهاينة، وهذه الأنظمة لا تخفى عليكم، يعني واحدة تلو الأخرى تستضيف الأيادي الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني وبحضاراته الإنسانية التي يدمرها الاحتلال بشكل ممنهج. وبالتالي عبر هذا الجو والمناخ استطاع الصهاينة تشكيل اختراق في باطن الأرض الفلسطينية وعلى ظهر الأرض، حيث يقوم بالتجهيز لبناء التل فريك في ذات المنطقة. نعم الدكتور جمال عمرو الخبير بشؤون القدس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.